ما شاء الله. والله ما ادري يعني لو هاي شوي صعب يعني صراحه. زين نحاول صوت يوسف. في مقاطع مسجلة في اليوتيوب موجودة يعني. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله ها كنت بكمل هندش الجو. جزاك الله خير. خاصة قراءة الشعر عبد الباسط يبالا رفع الصوت واخذ النفس يعني نفس عميق. فبس اكون واحد يقرا فلو سجل له واحد يعني. اما في المجالس صعب يعني. جزاك الله خير. طيب الله انفاس.